تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى النشرة الرئيسية تأتيكم مباشرة من تلفزيون يا سلام. والبداية بآخر خبر، حيث قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتنصيب اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولائية والولاية أقول، وذلك تجسيدا لالتزامه في الحملة الانتخابية السابقة وخلال أدائه اليمين الدستورية حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان أنه تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الحملة الانتخابية وخلال أدائه اليمين الدستورية، نصب اليوم رئيس الجمهورية اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية، والتي تتكون من دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبق كرئيس للجنة، وعبد الله منجي الأمين العام لرئاسة الجمهورية نائبا، وخمسة أعضاء من مجلس الأمة، وخمسة آخرين نوابا من المجلس الشعبي الوطني، خمسة ولاة، وخمسة رؤساء مجالس شعبية ولائية، إضافة إلى خمس مدراء تقنيين والشؤون العامة للولايات، وخمسة رؤساء مجالس شعبية بلدية. كما ستباشر اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية مهامها فور تنصيبها. وفي الملف الأمني، سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 17 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في الفترة الممتدة ما بين 25 من سبتمبر والفاتح من أكتوبر الجارية، حسب حصيلة عملياتية أوردتها اليوم الأربعاء وزارة الدفاع الوطنية. وأوضح المصدر ذاته أنه في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال هذا الأسبوع عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. ففي إطار مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود الوطنية، أشارت الحصيلة إلى أنه قد سلم الإرهابي رقادي محمد المدعو أبو الهمام نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وخمس مخازن ذخيرة مملوءة وقنبلة يدوية دفاعية وكذا أغراض أخرى. كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات متفرقة عبر النواحي العسكرية 31 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 5 قناطير و80 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 2.38 كيلوغرام من مادة الكوكايين. ومن جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية ل 139 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية صنعاء، فيما تم توقيف 452 مهاجرا غير شرعية من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني وفقا لذات الحصيلة. من جهة أخرى، وفي الملف الأمني أيضا، حيث تشارك شرطة الجزائر العاصمة في الحملة الوطنية للتحسيس والوقاية المرورية، وذلك بمناسبة الدخول الاجتماعي لسنة 2024 تحت شعار السياقة بحذر وقاية من الخطر، وبالتنسيق مع قيادة الدرك الوطنية. باقي التفاصيل في التغطية التالية. Thank you.
بالنسبة للدخول الاجتماعي سنة 2024-2025، مصالح رفاقة الأمن العمومي سطرت برنامج خاص لمواكبة هذا الحدث من خلال تسطير تعيين عناصر عبر المحاور والطرق المؤدية خاصة المؤسسة التربوية من أجل تسهيل حركة المرور ومساعدة التلاميذ بالالتحاق بالمدارس وعدم تعرضهم للمخاطر. هذاك الوقت اللي ناخذوه باش ننزلوا ولادنا وندخلوهم من المدرسه نغلقوا الطريق حوالي ربع ساعه. هذيك الربع ساعه درنا تاخر في المرور بدات لمده ساعتين. حرقه الحركه درنا ساعتين تاخر في الطريق. تزامنا مع الدخول المدرسي لسنة 2024-2025، نظمت مصالح أمن ولاية الجزائر بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني حملة تحسيسية توعوية لفائدة السائقين وأولياء التلاميذ. كما تبقى فرق الأمن العمومي ترافق التلاميذ وأوليائهم عبر كل طرق العاصمة من خلال تأمينهم والسهر على تطبيق قانون المرور. بمناسبة الدخول الاجتماعي 2024-2025، تواصل مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني للجزائر حملتها التحسيسية للوقاية من حوادث المرور، وذلك عن طريق توعية سواق المركبات باحترام إشارات المرور وبالأخص بالقرب من المحيط المدرسي وتجنب السرعة أمام المؤسسات التربوية والركن العشوائي للسيارات. أطلقت مصالح الحماية المدنية بولاية ورقلة حملة تحسيسية واسعة للوقاية والتحسيس من أخطار الفيضانات وكذا أحادي أكسيد الكربون بالتنسيق مع كل الفاعلين في القطاعات المعنية، وستمس هذه الحملة المدارس والمساجد ومراكز التكوين المهني بهدف تحسيس وتوعية المواطنين بالسلوكات الواجب اتباعها للحفاظ على سلامتهم. لنتابع. تنظيم هذه الحملة التحسيسية حول الوقاية من خطر أحادي أكسيد الكربون وكذا الفيضانات، نظمنا يعني هذه الحملة بإشراك بطبيعة الحال مختلف الفاعلين فيها كالصحة، صون الغاز، لونا بطبيعة الحال، الجزائرية للمياه، التجارة، دونك هذو كانوا المختلف فاعلين في الوقايه من خاصه احادي اكسيد الكربون اللي كل سنه رانا نلاحظوا بلي راوي يكونوا بعده ضحايا نتيجه تسرب هذا الغاز السام اللي نسموه حنايا القاتل الصامت. اذا راح تكون يعني هذه الحمله التحسيسيه اللي راح تمس خاصه يعني المدارس، المساجد، مراكز التكوين المهني، يعني الفئات العامه، وتكون ان شاء الله توعيه في هذا المجال. من جهة أخرى، نظم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بأم البواقية ندوة تحسيسية للوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية. حضرها عدد من أرباب العمل وناقش المشاركون الأسباب والعوامل التي تغذي ظاهرة حوادث العمل، سيما تلك التي يشهدها قطاع البناء والأشغال العمومية والري. وبالمناسبة، عرض ممثل شركة كوسيدار الرائدة في إنجاز البنى التحتية الآليات الكفيلة بتوفير وسائل الحماية الفردية والجماعية أثناء العمل. يخص
الصندوق أن يقوم بهذا الحملة فيما يخص الوقاية والتي تحمل اسم صباحية الوقاية، حيث نتنقل على مستوى عدة ولايات، نجتمع بأرباب العمل وبالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية وغير اللي ماشي تبع الوصاية التي تنشط في الوقاية، منها مفتشية العمل، طب العمل، كذلك الهيئة الوطنية للوقاية من الأخطاء المهنية في البناء الأشغال العمومية والري، يعني لوبريبات. علاش خيرنا هذا المجال؟ لسببين. السبب الأول هو كثرة حوادث العمل كما سبق وعطيت لكم الأرقام. ثانيا، لأن الدولة قررت تفعيل النشاط فيما يخص البناء والأشغال العمومية، هذا راح يخلي حوادث العمل تزيد، واجب علينا أنه نحمي العامل من هذه حوادث العمل. تمحور الدور تاع مفتشي العمل من خلال الزيارات اليومية التي نقوم بها على في إقليم ولاية الأم الواقي من ورشات وحتى وهذا للسهر على تطبيق القوانين وحماية العامل، حماية العامل من الأخطار سواء أكسيدان ولا مالادي بروفيسيونال، وهذا من خلال التدخل تاعنا لمرافقة والتنصيب واحد نحتموا على أرباب العمل ينصبوا لجان النظافة والأمن، وفي غياب ذلك هناك إجراءات خاصة. تولي أهمية بالغة للوقاية من الأخطار المهنية وحوادث العمل بتوفير كل الوسائل الحماية الفردية والجماعية، وكذلك تسهر على تكوين العمال. انطلقت اليوم بقصر المعارض الجزائر العاصمة الطبعة 9 للصالون الدولي للمناولة الصناعية، حيث شهد الصالون مشاركة أزيد من 120 مؤسسة مناولة وطنية وفي المجال الصناعي ومشاركة دولية لشركات أجنبية، أين أجمع المشاركون على أن الصالون يعد فرصة لتبادل الخبرات ونقطة سنوية للاحتكاك فيما بينهم سواء وطنيا أو دوليا. هذه فرصة يعني لإيجاد هذا الجو تاع التبادل ما بين المتعاملين الاقتصاديين لإنجاز صفقات تاع المناولة، لأن المناولة هذه رايحة تعزز الاقتصاد الوطني وتعزز كذلك تنافسية المؤسسة من حيث السعر والجودة، لأنه المؤسسة باش تقدم منتوج ذو مطابقات عالمية لازم تعتمد على المناولة. المناولة هي التي تمكنها من إيجاد تحكم في التكلفة والنوعية، وهذه التكلفة والنوعية هي التي تسمح بتطوير الاقتصاد الوطني، تعزيز التشاور، إيجاد علاقات عملية أوبيراسيونال لرفع مستوى تنافسية المؤسسات الجزائرية. هاد الفرصة باش يكمونديو علينا، وتاني نكونوا لهنا باش نحتكوا مع مصنعين آخرين في عدة مجالات اللي احنا اوطونك باعتبارنا احنا مختصين في الصناعة الميكانيكية، لا ميكانيك دو بريسيسيون. كاين ناس اللي هنا في الصالون مصنعين في لي بياس بلاستيكية، القطاعات تاع بلاستيكيه اللي احنا نحتاجوهم، ربما نتلاقاو بهم ونشوفوا نزيدوا في نسبه الادماج تاع الالات اللي مصدر. حقق مجمع فيروفيال المتخصص في صناعه تجهيزات السكك الحديديه بعنابه وثبه هامه في مجال التصنيع من خلال تبنيه سياسه التنويع في تصنيع القاطرات والحاويات ومختلف منتجات المناوله الصناعيه بطاقه انتاجيه تصل الى 70 عربه في الشهر، ما من شانه ان يساهم بشكل ملحوظ في دعم عجله الاقتصاد الوطني. عمال يفوق 120 مليار سنتيم، يحقق المجمع العمومي فيروفيال وثبة هامة منتهجا سياسة تنويع الإنتاج من تصنيع القاطرات
إلى الحاويات ومختلف منتجات المناولة الصناعية، خاصة بعد أن تدعم مؤخراً بالمعدات الحديثة. كل العربات الموجودة السكك الحديدية الموجودة اليوم على المستوى الوطني قد تم صناعتها على مستوى هذه المؤسسة، استطاعت أن تصل إلى تحقيق رقم أعمال يفوق 120 مليار سنتيم، بدلا من الرقم الذي كان في السابق لا يتعدى 16 مليار سنتيم، وهذا كله من نشاطات جديدة. جبنا لي ماشين جديدة، دونك هذا المجال فتح لنا عدة أبواب في تحسين منتوجية المؤسسة من ناحية الجودة، من ناحية المدة الإنتاجية. مجمع فيروفيال الذي تصل طاقته الإنتاجية الشهرية إلى 70 عربة يعتمد على الإنتاج المحلي في مختلف مراحل عملية التصنيع بنسبة إدماج تعادل 70%، كما يساهم بشكل فعال في خلق مناصب الشغل وتكوين الكفاءات الوطنية. اليوم للطو دانتيغراسيون أو العربة 70% من مكونات العربة تصنع في الجزائر، وبقى 30% اللي هي فقط ما يسمى بالكوابح وليزيسيو. هناك شركات معروفة على المستوى العالمي مضوا بروتوكول داكور مع شركة فيروفيال على أنهم يصنعوا هذه المعدات على مستوى الجزائر، على مستوى فيروفيال، حتى تصبح العربة التي تصنع في الجزائر 100% جزائرية. نخدموه الفاقو من الصفر ولا نديروا له لونتريتيان تاعو زوز، ولا نعاودو كيما يقولوا يعاد تراسكاله هكا ونعاودوه ازيرو، مونطيو لي بوين فيكس تاعو، لا تيوتري تاعو، فرمالات فرين سيستم دي فريناج، يعاودوه صنع جزائري نجم تقول 100%. استراتيجية فيروفيال في تنويع النشاط والمنتجات دفعت بالمؤسسة لتلعب دورا هاما في قطاع صناعة تجهيزات السكك الحديدية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تقليص الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي. في الاقتصاد دائما، حيث دعا أعضاء المجلس الوطني للكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية كافة الأعضاء إلى التمسك بمبادئ الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية وقانونها الأساسي، وذلك حسب ما جاء في بيانه الأخير الذي تم صدوره بعد انعقاد اجتماع غير عادي لأعضاء المجلس الوطني للكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية بالجزائر العاصمة وفقا لأحكام المادة 20 من القانون الأساسي للكونفدرالية وبطلب من أغلبية الأعضاء، حيث كان الاجتماع مخصصا لمناقشة الممارسات والتصرفات الصادرة عن رئيسة الكونفدرالية سعيدة نغزة، والتي تمت بشكل انفرادي استشارة أعضاء المجلس الوطني، مما شكل خرقا للقوانين والأنظمة المعمول بها والتي تمثلت على وجه التحديد في إلمام الكونفدرالية في النشاط السياسي وخرق القانون الأساسي للكونفدرالية من خلال قيام رئيسته بخرق القانون الأساسي وعدم الدعوة للانعقاد الجمعية العامة العادية وكذا دورات المجلس الوطني في المواعيد المحددة، إضافة إلى إصدار تصريحات خطيرة دون استشارة الأعضاء. كما أكد المجلس التزامه الكامل بلعب دور ريادي على المستوى الوطني والدولي في مجال الحوار الاجتماعي مع الشركاء من التنظيمات النقابية، ويؤكد أيضا مرة أخرى على التزامه بالخط الوطني ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد بما يضمن التنمية المستدامة حسب ذات البيان. يرافق قرض الرفيق الفلاحين في مسار توفير البذور والأسمدة على غرار مختلف الوسائل والأدوات التي يحتاجونها خلال الموسم الزراعي، وذلك بهدف تحريك حرث وبذر الأراضي ومن ثم حصاد المنتجات ونقلها وبيعها. باقي التفاصيل في التغطية التالية. استقبلنا عدة ملفات من طرف الفلاحين. العملية تمشي بوتيرة مسرعة حسب التعليمات التي استيناها لمختلف
يعني مختلف المؤسسات التي تشرف على هذه العملية وخاصة بنك الفلاحة والتنمية الريفية. الملفات تدرس في نفس اليوم بعد. الحمد لله استقبلنا يعني ملفات عديدة أكثر من 247. تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية سكيكدا راهي موفرة البذور بكثرة إن شاء الله بأنواعها، قمح صل، قمح لين والشعير. في أي وقت اللي يجي فيه الفلاح راه يلقى إن شاء الله المنتوج واجد. ظن الشباك الموحد هذا باش ينقص العناء كما هكا تاع التنقل كما كان الفلاح من مكان لآخر. هنا في الشباك هذا تشم كل العمليات كما هكا كل شيء باش العامل ما يقيلش يروح ما يروح مثلا يهبط يروح للوكاله ومن بعد الوكاله يروح يحوس على الامور تاعو في المديريه ويصرى ضغط ويصرى كما هكا فهمت. هنا صله وصل كما هكا بين الوكاله. تباينت آراء التجار والمواطنين في أسواق الخضر والفواكه بولاية شلف لنهار اليوم، حيث يرى التجار أن الأسعار قد انخفضت وهي في متناول الجميع مقارنة بالأسابيع الماضية، في حين يرى المواطن أن الأسعار لا زالت مرتفعة وليست في متناوله. تضارب في الرأي وشد وجذب يرصده أكثر ميكروفون الزميل حمزة حريشان. كاين طماطي شي فلور الحار غورجات لفت بيطرة في زرودية، زرودية ندير 7000، البيطرة 7000، اللفت 7000، طماطي 7000، الشلاطة 12، شي فلور 12، غورجات 10000. شوية ماشي على كل حال، ماشي غالي بزاف. الله مليحة دوك دولية مثلا من الآخر من الأيام اللي فاتت، السمانة اللي فاتت، السمانة اللي فاتت كان اللفت يدير 15000 10 و12. مليحة تناول الجميع على كل حال. نمرة 8.5 8000، 8000 8.5. السوق اللي فات دار 9 9.5 10000. 1000 راقية صافي الحمد لله. الناس راهي تشري لاباس معاها. عندي الخيار 12، الكورجة 16، الحار 15، الباذنجان 7، زرودية 7، البيطرة 7. الحمد لله والله الخيرات. والله الخيرات رانا الحمد لله والله مليحة. ترى كيما بدات تطلع وتهبط. خاطرة مليحة. خاطرة تطلع خاطرة تهبط. شحال راهي دايرة؟ هي دايرة 9000 8000 ونص. 7.5 حسب السلعه. على حسب السلعه. السلعه على حسب السلعه. ايوا على حسب السلعه. انا خبر اذا كانت سلعه مليحه غاليه، سلعه ناقصه شويه تكون رخيصه. الاسعار عندي مليحه متواضعه 4000 وبصله شابه. نتبعوا السوق، احنا نتبعوا على حساب السوق الجمله. ها هو راه يتحرك بشويه، راه ينقص التظفيره. التظفيره راه ينقص، يبقى حتى الحبه، حتى الحبه شويه يغلى يزيد شويه. ها يا ودي اليوم راهي غاليه الاسعار، نقول لك صح صراحه راهي غاليه. يوم بطاطا 8.5 9، الكورجة 16، الطوماطي شابه 13 حتى 14، البصله ب 4 4.5، الشلاطه ب 10000، زروديه 10000. مليحه ما نكذبش عليك، هنايا نقول لك صح. التجاره الحره في الجزائر ما بقاتش، لازم لها مراقبه ولازم لها متابعه من طرف السلطه تاع الدوله. نقول لك صراحه ماهيش متابعه المواطن، مواطن ضعيف ما يتكش ايش في اسعار كما هذه. ومن ولاية شلف نصل واياكم مشاهدينا الكرام الى ختام النشرة الرئيسية لسهرة الليلة. مشاهدة طيبة مع بقية البرامج، الى اللقاء.